عيدكم مبروك. عيدكم مبارك سعيد. عيدكم مبارك سعيد. عيدكم مبروك. عيدكم مبروك. عيدكم مبروك. انت كان عندك شغل الصبح او يصح مش كسحب لك اليوم صباح دلعي اصلا نحطوا احسن مكاين بارك الله عليك السلام عليكم. النهار هو نهار العيد، يعني واحد الفرحة كبيرة لنا ولوليداتنا ولجميع المسلمين كاملين. عندكم مبارك سعيد المشاهدين، نتمنى يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة، نتوما ووليداتكم والعائلة والناس اللي كيحبوكم وكتحبوهم صحة وطول عمر يا ربي، والله يعطيكم الرزاق نتوما ووليداتكم، والله يحفظ لكم الوليدات، والله يرحم الأموات ديالنا اللي ماتوا يا ربي. وشكرا لكم بزاف دائما مستمرين معنا وكد سينو الجديد ديالنا، ربي يحفظكم وما نطولش عليكم وخليكم مع ويصل عاوتاني. السلام عليكم الحبيب ديالنا، عيدكم مبارك سعيد سعيد ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه وطول العمر، وخليكم ربي الحبيب مع عزيزكم كامل، واللي مرض الله يشافيه، واللي مات لشي واحد الله يرحمه يا ربي الحبيب، واللي في نيته شي حاجه الله يلحقوا بها. وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم اللي كان معنا وعلى الدعوات ديالكم اللي خطيكم في هذا الشهر الفضيل اللي داز. وما لحقناش الصراحه غير فيديو البارح، وكملكم كتسولوا كتقولوا علاش ما حطيتوش الفيديو البارح، كنا مشغولين ما عارفين يعني التوجيت ديال العيد ما كسبش. المهم نتمنى من الله ربي الحبيب يسهل عليكم مصعب، واللي ما عندهاش وليات الله يرزقها يا ربي الحبيب، واللي لا خطيكم علينا يلا زيد شهيدة اللي بغيتو شهيدة كاين سبقوا الوليدات يلا يلا دغيا نتوما هضروا الواحد بارك كل من العيد يلا عيدكم مبارك صافي يلا يا دغيا اختصر صافي ما طولتش بزاف وصافي عيدكم مبارك سعيد زين مشكل عام عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، الله يخلي لكم العائله ديالكم وما عز عليكم. السلام عليكم المشاهدين، مبروك العيد، تعيدوا تعودوا ان شاء الله كما خص كما تمنيتوا كلشي عاود لا طول انت ماشي مشكل عاود قول لهم يلا شوفوا الكاميرا قول لهم عيدكم مبارك. عيدكم مبارك سعيد عيدكم مبارك عيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتعاودوا كما خصكم ان شاء الله. الله انصاف انصاف بارك لكم الله زيد انصاف بكره عيدكم مبارك. السلام عليكم عيدكم مبارك. عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم الصحه والهنا وطوال السلامه. يلا محمد عيدكم مبارك سعيد عيدكم مبارك سعيد تخلي لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي وبطول العمر الله يخلي لكم ما اعز عليكم يلا محمد زيد انت عملوا شي الهيده. السلام عليكم المشاهدين عيدكم مبارك سعيد يدخل لكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتوا يا ربي الحبيب الله يخلي لكم ما عز عليكم والله يرزقكم الصحه والسلامه ويخليكم وليدات ديالكم والوالدين ديالكم ونخليكم مع محمد. عيدكم مبروك العيد وتعاودوا ان شاء الله طول العمر، وتحياتنا لكم كاملين. الجاليه المغربيه كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، اللي ما جاش عيد في المغرب من الاه ديالو كنبارك لكم العواشر حتى نتوما. سينا ما باركناش العيد، الجاليه ما تكرمش، غنقولوها لهم كاملين بينا يلا. عيد مبارك
جميلة. لا بلاتي بلاتي دابا بلاتي خصكم اخص باش نجوز معكم هاد اللبسات اللي عندكم هاد الكساوي كاملين يشوفوه معنا المشاهدين هادشي اللي لابسين ها واش كاين المشاهدين لا الباب ما يزال دابا المقدمه مخربقه صباح عاليه خيره حال ديما اصبر حنا في دابا الصيام باقي ما مشاش جلسي الله يجلس بلاتي من بعد نبدا مني نبدا من مروه هذيك صافي اللي قالت مروه هي الاولى بلاتي نعاودوا في الكوره بنتي زيد واحد شويه صافي شوفوا المشاهدين غنبداو مروه شوفوا لبسه مروه ها كيف جاتكم مروه المشاهدين نايس هاي 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 نقول دابا الانصاف كيف جاتكم عاوتاني انصاف هاي 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 واعره عاود نشوف محمد عاوتاني قندوره هاي 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 واعره لايك فاطمه عاوتاني اي 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 ما شاء الله كيف هبل فاطمه مريم عاوتاني اي 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 كيف هبل ما شاء الله ويصل زيد لهنا عاوتاني وعاد انا باينه انت زيد شويه انت مزيره تبان مع ذاك البراد والكيسان حبي ليش رجلي سير بالو من رجلك الخاف يشوفوا رجلك كحل هانتوما هانتوما خلي ليكم بلاتي الله تبرر لك رجلك ما قلت لدي نمشي خاصه يكون السنيت لا ولا الشربال مع وطي لا مزيانه دخل لنا الصنداله اللي هنا على الموكب صافي خير هذه خاصه يكون الصنداله لا والله تبارك الله جيتو زاز اللوز انا خيطت في الزرق بحال وليداتي وراها واجده وما جاتليش ربي الحبيب خيطت هذه حطيات وصافي كنت عاد فلت بلاش كنت عنبقى بلاش والله الا صبحت معاه الصباح حيت عندي الزراق بحولادي وما كتبش ضينا مع هادو ودابا فك الله خيطتي هذه زايده عاود الصراحه والله جاتك كنت خاد فلت لاديدي لا حب الملوك لاديدي لا حب الملوك الحب لا ملي جبرت الحمد لله ماشي مشكل لا فلفل حب الملوك انتم عاوتاني انتم السي محمد عاود كي جاتكم عاوتاني القندوره ديالو عاودنا ضياء توب مزيون توب مزيون البسد عالي تهي فنة ما شاء الله الجميلة كيف جاتكم المشاهدين انا عجبتني شوفوا المشاهدين رجلي صراحة شوف كي جاكم بهاد التميرة ديالو جاتو واعرة هادي هي وصل القميجة بالراس شوف هاد القميجة ولا تنقرب عالم شوف غاندا واعرة والله إلا جاتك كتحمق شوفوا حتى التميرة واعرة هذا الكادو لمحمد الأزرق كان شكروه بزاف الله يرضى عليك صح حتى انا شكروه بزاف تاع هذه عندنا الكادو ديالو دابا الله نفطروا معاكم والله الا هذا نفطروا تبارك الله هذا الصباح كيبانوا زعما الطابله عمروها ما قصرتوش من جهدكم الله يعطيكم الصحه دابا ضروري الخير تبارك الله ما خلاو ولكن هالليله راه بيتي الخدامين كيصاوبوا هادشي ويصالوا وراضي تسالوا حتى مع ثلاثه المشاهدين تبارك الله المهم دابا نجلسوا نفطروا معاكم يلا يلا بسم الله كم أسئلة؟ جوجا. بسم الله. بسم الله. أنا ما طفش. طمني واحد. يلا رب الله أطحان. ذوقوا هذا الكيك. هذيك على الحرشة، هذيك الحرشة. بسم الله. حرشة؟ هذه الحرشة، هذه الحرشة. الحرشة باش مساوي. واش هذه حرشة هذه؟ سبوسة. والله إذا سحب لي الكيك بالله. أنا قبالي صورتها لهم قلت لهم الكيك. لا. كي جات الكنافة. واعرة. اي بغا متحمط نعطيه الحامض نكافه كنافه البارح كنت نقول لهم يا ربي ما يصبحش العيد يا ربي والله اش اللي كنت كنقول لهم العام كنقول لهم حتى نهار حتى تنفطروا حتى سمعتوا الغيظه عندنا يزيدوا وجدوا وياه انا عاد شفتها في التلفازه وكنت ما تنضحك نيشان الفرن مع المغرب كنت حاوله وفاي
خرجت بوحدك انا والله الا خرج بوحدك وخاصك مع مين فطرنا جلس وبقيت هيدا وعان تشوفها هيدا مكتوبه خلاك غدا الاثنين ونظر كجري بيزا خدامة بيزا الموطور خدامة فين هو الموطور؟ على التليفون زعما المحادث ديالك رجلك كاش باش ماشى مجال الفرن تحيل قول الموطور نقلك انا ها سمعت الغيرة ها زيت البيض والزيت والمقادير وطلعت عند ويصال صيبت محمد سير قلبتها في الفرن قال لي يا تام هادي الكيكة بالقرقاع والتمر والجعدة هادي قطع لي شطريت من هادي ما عرفتي واش حلوه ولا لا ولا الله ما تكونش حلوه بس هادشي اللي حنشوفو هادي واحد انا ما قلتلاش الحلاوه بزاف هادي ماشي حلوه هادي ماشي حلوه ما شاء الله شي حاجه شويه محمد هاكا محمد خد حدا كي جاتك عطينا الراي ديالك واعره هاكا انت قطات واعره وحق الله فيها التمر طلق العسل ديالي لازم العسل واعر وماشي حلوه بزاف انا ما بغيتش نقول الحلاوه بزاف حيت اصلا فيها التمر حلو والقرقع والجعده حلوه كلشي تقريبا حلو هي هذيك بالنسبه للحلاوه هي الله يجعل شي بارك الله يخليك هذا دابا شني غنقيو دابا ملي فطرنا المشاهدين غنخرج لبرا باش نتصورو حنا وليداتنا ان شاء الله خرجوا التصاور ديك هذا العيد عاوتاني ودوروا معانا ها ودوروا معاهم بصح اليوم العيد عباد الله العيد كنا ندورو على خوتنا بالواحد انا ما كنتش غير عمامي انا كنت كندور على جدي وعزيزي الشطان يلا دابا باش نخرجوا تحيه للعائله كامله سرالي سرالي طلبتوا حدا بعضياتكم ام محمد حدا انصاف شرا فاطمه شوف هذه جات في الرمقه قال كيف عملات لا خرجت مزيان ولكن ما خصناش واحد جوج ثلاثه شوفوا الكاميرا كاملين واحد جوج ثلاثه المهم المشاهدين دابا التصاور اللي تصورنا غتشوفوهم دابا هنايا غنخليهم لكم تشوفوهم هنا دابا